مرحبا من جديد. قلنا تعديل بسيط بالإضافة إلى التغييرات الاثنين اللي سويناها بالأنيميشن اللي هو Border Size Animate والNotification Color Animate. قلنا Animate للكارد بدل ما تكون قيمة ثابتة راح تكون قيمة بين 128 بحالة الموس Selected و 256، فلما أضغط كليك راح يكبر هذا الحجم. طيب حتى تكون أوضح، اللي راح أسويه على السريع بالإضافة للليبل راح أضيف Transition Specification، وهذا Transition Specification راح أعطي Twin وخلي يكون ثانيتين، وأسوي Run من جديد مرة أخرى. راح كليك أوكي، الأنيميشن صار واضح تمام. الآن يتحدث عن موضوع، لو أروح إلى Transition Space راح أشوف أنهم مستخدمين فتشي اسمه Where is Spring. اوكي، فهو مستخدمين Spring ما مستخدمين Twin. طيب ايش هو يعني Spring، وكيف استخدم Spring Animation في اي مكان بدل Twin اذا اني يعجبني؟ طيب خلينا نشوف شغلة. حرفين Spring هو بهذا الشكل، انت عندك حجم، عندك قيمتين، قيمة اولى وقيمة ثانية، فانت لما تنتقل من القيمة الاولى للقيمة الثانية اللي هي النهاية راح تطلع شوية زيادة وتظل ترجع، يعني يصير Bouncing أو يصير مثل شيء مطاطي لما الجرة يتحرك فترة إلى أن يستقر على القيمة النهائية. هذا هو السبرينج. تعال نجرب السبرينج الآن. بدل ما أستخدم توين راح أستبدلها بسبرينج. طيب السبرينج لو أروح عليه راح يأخذ معلومة، مجموعة parameters. أوكي، البارامتر الأساسي اللي راح يأخذه هو الدامبينج ريشيو، هذا حرفيا مدى مطاطيته او البونسي ايش قد راح يكون يرتد الي. هاي حتاخذ قيمه فلوت، وهم مجهزين مجموعه قيم، لما يكون واحد فمعناه هذا مو بونسي، لما يكون بهذا الشكل كل ما تقل القيمه معناها راح تزيد البونسي مالته. طيب الان راح اروح مره اخرى واحدث الدامبينج ريشيو، وراح اخليه سبرينج دوت دامبينج، فعندي نو باونسي، هاي باونسي، لو باونسي، وميديم باونسي. حتى نلاحظ بوضوح راح اخذ الهاي باونسي، والان راح اعمل رن. لاحظت اللي يصير لما يتغير الحجم ولما يصغر الحجم، يصير اكو باونسي بي. طيب الانيميشن دي يصير بسرعة، هنا انا ما عندي تحكم بالوقت، ولكن عندي خاصية اخرى واللي هي الستيفنس. بالنسبة للستيفنس فراح تكون بهذا الشكل spring.stiffness، كل ما تخليها أقل راح تاخذ وقت أطول، تخليها أعلى راح يكون الانيميشن مع spring سريع، فراح نخليها low حتى نشوف بأبسط التفاصيل. طبعا هذا مو عملي، لما نخلي هذا أعلى شيء وهذا أقل شيء راح يستغرق وقت كثير، لكن احنا نريد نشاهده. الآن كليك، لاحظ لما كبر الآن استقر. الآن كليك، كيف لما صغر؟ طبعاً يأثر على المحتوى حتى اللي بداخله، لأن يصغر حجم الكارد بالتالي بتقل المساحة المتوفرة للآيكون، وصراحة الأنيميشن النهائي جداً لطيف. أوكي، ممكن هنا نتخلي مثلاً ميديوم، وهذا مثلاً أيضاً نخلي ميديوم حتى يكون شيء معقول، احنا ما نريد نزيد الانيميشن بشكل كبير، فاقصر بفتح احساس انيميشن لطيف غير التوين. اذا اذا محتاج تستخدم سبرينج فصار الان واضح امامك، مو فقط هنا تقدر تستخدمه، مع كل انيميشن سابق تعاملنا به واستخدمنا التوين تقدر تستبدل التوين بالسبرينج. مثلا لو عندك كلر وتنتقل مثلا من لون الى اخر فراح تصير مثلا او تتحكم بشفافية، فانت تنتقل من شيء غير مرئي الى نص شفاف، فهي راح تزيد وتنقص شوية وراها تستقر. وبهذا الشكل دائما راح يتم التعامل مع القيم باستخدام السبرينج انيميشن. لهنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.